أنا بدوري أولاً سعيدة جداً إن أنا موجودة في أريحة، يعني حضراتكم بتتكلموا وأستاذ يعني حسن صالح بيتكلم وأنا عيني عمالة تتخيل الإنسان الأول عندما نزل، يعني نزل يبحث عن بيت ثم يبحث في البيت يبقى مجتمع مدينة حياة، يعني إذن هو خلق الحياة عند نزوله. صحيح. طيب صحيح. بما أننا في مدينة مليانة من الآثار الكثيرة ويبدو أن يعني عين السائح العالمي بقت تنظر إلى منطقتنا العربية بما فيها من أثار وتاريخ وحضارة، فسؤالي بالتالي ليه أستاذ إياد حمدان، أستاذ إياد يعني ما هي كم الاكتشافات الأثرية اللي موجودة؟ إحنا أصلا موجودين في قصر من الاكتشافات، قصر هشام ابن عبد الملك، فهذا الكم الكبير من الاكتشافات يعني كلمنا عنه. يعني أريحة حقيقة فيها نموذج لاحتواء لمدينة ومنطقة تحتوي على مواقع أثرية وتاريخية ودينية من فترات مختلفة، تسلسل تاريخي من عصور ما قبل التاريخ وصولا للعصر الحديث. تحكي عن الإنسان لما فكر في حياة الاستقرار بلش بأريحة، بدايات المدن بأريحة. الإنسان لما فكر بالزراعة، الإنسان الفلسطيني واكب بلاد ما بين النهرين في منطقة عين السلطان بأريحة. وصولا للفترات الحديثة نشأت في أريحة الديانة المسيحية. احنا بنحكي ان في فلسطين وأريحة بالذات احتوت بدايات الديانة المسيحية عبر عديد من الأديرة اللي يعني كانت بمنطقة البرية اللي هي برية فلسطين أو برية القدس اللي هي بتمتد معظمها في منطقة أريحة، وصولا للفترات الإسلامية والحديثة. ويمكن أحد المواقع الأخرى هي موقع قصر هشام. طبعا لاحقا غير موقع قصر هشام بالفترة الصليبية اشتهرت أريحة فلسطين بشكل عام على مستوى اقتصادي على مستوى المنطقة بتصدير السكر، حتى أن أحد الرحالة أعتقد ياقوت الحموي يعني يمكن كان لم أذق أطيب من سكر أريحة، كانت بتصدر السكر إلى مناطق العالم. حقيقة أريحة كان لها دور مهم على كافة الأصعدة. أنا عرفت أنه القصر يعني الخلفية اللي من خلفي هنا ده ما تبقى من القصر عاليا، يعني يمكن أستاذ حسن قال لي ده قبل التسجيل، فهل السائحين بيجوا قصدين خلاص أشياء بعينها؟ بيجوا السائحين بزوروا الموقع الأثري، لكن على الإشارة اللي ذكرتيها الطابق الثاني، هذا هي عبارة كانت عن شباك في الطابق الثاني لهذا القصر. قصر هشام كان بيحتوي على طابقين طبعا وعديد من المرافق، ويمكن من أهمها وجود أكبر أرضية فسيفساء متصلة في العالم، أحد أكبر الأرضيات الفسيفسائية في العالم، تحكي اللي هي إحنا بنسميها قاعة الاستقبال والحمام الكبير. في عدد كبير من المرافق بهذا القصر اللي أنشأوه الأمويين بمنطقة إحنا بنسميها بادية الشام، طبعا تحتوي على عدد من القصور اللي أنشأها الأمويين زي قصير عمرة، قصر الحير الغربي، قصر الحير الشرقي.